تمام. طبعا يعني في البدايه برحب طبعا بحضراتكم في وبنشكر طبعا سانوفي على السبونسرنج. هو هي ده كده الابعاد البرزنتيشن مظبوطه كده؟ ماشي. طيب مين بقى الحاج بارد ده؟ مين بارد؟ راجل بارد ده كان راجل جراح ثوراسك سيرجن. الكلام ده كان يعني راجل مواليد 1903 ومات سنه 79. هي الارتكل الخارقه الفارقه في حياه الراجل ده كانت سنه 50، اللي هي اتنشرت في البريتش جورنال اوف سيرجري، وكان ساعتها مسمي البارد ده قال لك ان دي البيبتيك ألسر بتاعت الاسوفيجس، لان كان في الوقت ده ما كانش عندهم قصه غير البيبتيك ألسر. والراجل نورمان روبرت بارد ده هو بعد كده بقى اشهر شهير في القصه بتاعت الريفلكس والرعب اللي الناس بتخاف منه في قصه الريفلكس. يعني كل اللي احنا عمالين بنتكلم فيه من صباحيه ربنا، من اول الحاله اللي قدمتها الدكتوره يعني امال والبرزنتيشن اللي قالها احمد على الاسيد، وبعدين طبعا المحاضره الرائعه طبعا الدكتور علي، هي في الاخر في الاخر انت الكونسيرن بتاعك خايف ان الموضوع ده يقلب معاك بالقصه بتاعت البرد. طيب ايه اهميه البرد؟ البرد اولا كبريفالنس، هنتكلم على البريفالنس. هل حقيقه احنا نقدر نحدد البريفالنس بتاع البارت اللي جابه؟ ان للاسف الشديد ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا عندنا ترو بريفالنس للبارت لسبب بسيط جدا. دكتور علي قال لنا ان في حالات كتيره جدا جدا بتبقى اسيمتوماتيك او السيمتومز بتاعتها بتبقى مختلفه، فاحنا مضطرين ان البريفالنس الوحيد اللي جايز نبقى عارفينه هو البريفالنس بتاع البارت امونج العيانين اللي هم بيبرزنتوا اس بالريفلكس، اللي هو تقريبا في حدود من 10 الى 15%، رقم طبعا يعني كبير. هم ليه مرعب البارد ده؟ لان هو مصنف از بري مالجننت كونديشن. ان هو كمان في القصه دي في 30 الى 50 فولد زياده في حدوث الاوسوفاجيال ادينو كارسينوما. اذا فعلا المفترض ان البارد ده يبقى بانيك، يعني مفترض ان احنا نخاف منه فعلا حقيقة. كل المؤشرات بتقول انه كده حاجة مش بنعرف نشخصها، ولما بنشخصها في العيان السيمتوماتيك بتبقى نسبتها مش قليلة 10-15%، وان هي بتزود الانسنس اوف مالجنسي 30 الى 50 ضعف العادي جدا. طيب ايه بقى التريكة بقى ماسكة البرد ده ايه؟ عايزين نعرف بعض المعلومات. اول معلومة ان البرد ده حاجة اكوايرد، يعني دي مش حاجه جينيتك، مش عيان مولود بيها، مش عيان دي يعني لازم هيجيله، لا ده حاجه اكوايرد. واحنا طبعا عرفنا ان اي حاجه في الدنيا اكوايرد يبقى ممكن ان هي تبقى ان شاء الله بريفنتد. اذا دي المعلومه نمره 2. معلومه نمره 3 ان القصه دي بتمر الاول بحاجه اسمها بيولوجيكال انستابيليتي، يعني التشينجز اللي بيعملها هذا الاكوايرد كونديشن على التيشوز بتاعتنا بتمر بفتره من البيولوجيكال انستابيليتي، هي دي الفتره اللي انا فعلا عايز ان انا اقدر احل فيها القصه دي. وطبعا الخبر المؤسف بالنسبه لنا ان الانزنس بتاع الاوسوجيال كارسينوما از رايزنج. طيب يبقى احنا نبانيك بقى ما دام حاجه بتزيد وعماله يعني العدد بتاعها بيكبر. لكن الحقيقه ان احنا مش عايزين كده، وعايزين ان احنا نكالم داون، ومش عايزين ان احنا يبقى يحصل لنا اي بانيك، لان احنا هنحاول في الدقائق القليله القادمه ان احنا نقول ازاي ان احنا نمنع هذا البانيك. طيب زي في دايما يعني سلايد كده مشهوره عند احمد يقول لك هي الجايد لاينز بتقول ايه؟ هو الديفينيشن بقى بيقول ايه؟ الديفينيشن بتاع البارت بيقول ان انا عندي معلومتين. المعلومه الاولانيه ان انا عندي هيستولوجيك تشينجز، يعني عندي باثولوجيك تشينجز، وفي كلمه رائعه الدكتور علي قالها سهلت عليا الدنيا كلها، قال لك لازم يكون باثولوجيست ديديكيتد، واحد ده اللي بيقرا الاسوفيجس، ده بتاع البارت، يعني ده يعني نقول ايه الدكتور محمود بارت، يعني هو ده اللي شغلته. محمود بارت، عبد العزيز بارت، ده ابن خالته، ده كان بيقرا بارت زمان بس ما كانش كويس قوي، فلازم يكون محمود بارت، لان لو مش محمود بارت يبقى عندنا مشكله مع البارت.
الحاجه الثانيه برضو عرفناها برضو من محاضره الدكتور علي، يعني ربنا يكرمه ويبارك له، انه لازم يبقى عندي اندوسكوبيك ايفيدنس، لازم يبقى عندي اندوسكوبيك ايفيدنس. عشان كده بتبقى من سخريات القدر اللي هو العيان اللي يجي يقول لك انا عندي بارد، طب انت عملت منظار، طب انت خدت عينات، يقول لك لا. طبعا ده بيبقى بيتعالج عند دكتور اقوى مننا كلنا، لان ده دكتور مكشوف عنه الحجاب، قادر ان هو يعني يبقى هو اقوى من منظار واقوى من الباثولوجي واقوى من محمود بارت نفسه. فطبعا ده يعني احنا يعني ما نقدرش نتكلم عنه. طبعا كل السوسايتيز اي جي اي جي اس بي امستردام مونتريال ما اعرفش ايه، كله متفقين على انه لازم يبقى عندي اندوسكوبي وعندي بايوبسي قبل ما ان انا اجرؤ ان انا اقول كلمه بارت. انا عايز اوقف هذا الكونسيرن، هذا البانيك، اي وونت تو ستوب ات. عشان اوقف اي حاجه في الدنيا لازم اعمل لها ايه؟ لازم اعمل لها بريفنشن. وعشان اقدر اعمل لها بريفنشن يبقى انا محتاج ان انا يبقى عندي ايه؟ سيرفيز، ان انا اقدر ان انا اقول ايه هي الكرايتيريا اللي بناء عليها ان انا هحط الناس دول تحت السبوت لايت. احنا اليوم بتاعنا ده كله اسمه ايه؟ جيرد اندر اور سبوت لايت. دكتوره امال في المحاضره الاولانيه حطت لنا سبوت لايت على العيان اللي بيجي بتشست سيمتومز، الدكتور احمد حط لنا سبوت لايت على البيزكس، الدكتور علي حط لنا سبوت لايت على المانجمنت والتفريق ما بين الحاجات والجزء الكلينيكال والجزء السبجكتيف والجزء الاوبجكتيف. انا دلوقتي عايز احط سبوت لايت على الحته اللي هي البانيك بتاعنا اللي هو بتاع البرد. ده الكونسنسس بتاع الجامعات كتيره جدا جدا على السكريننج، انا اختصرته لحضراتكم في السلايد دي. السكريننج ماس سكريننج للبوبوليشن ده مش حاجه ابدا تنفع تبقى ريكومندد في حاله بالشكل ده. امال اعمل ايه؟ لازم انتقي. انا هنتقي الناس اللي عندهم جيرد سيمتومز بقى لها 5 سنين او اكتر وعندهم 2 من الفولوينج، ان سنهم اكتر من 50، يكونوا سموكرز، وايت ريس، ميل سكس، عندهم اوبيزيتي. اي 2 من دول في عيان عنده جيرد اكتر من 5 سنين ده وارنتي بالنسبه لي ان انا لازم اسكرين هيم فور بارت. عندي تارجت ان انا اسكرين هيم فور بارت. كمان زاد عليها قصه الفيرس ديجري ريليتيف، ده مش بس كده، ده قال لك لو عندك فيرس ديجري ريليتيف ده يخلينا انطط العيان ده، ما استناهوش انه يبقى 5 سنين ويبقى عنده 2 ريسك فاكتورز. ده ملخص السكريننج بتاع الجايد لاينز. ولا ننسى الريد فلاجز اللي الدكتور علي برضو اشار عليها، اللي هي بتقول لنا لاي عيان ريفلكس امتى تعمل منظار، زي مثلا ان هو السيمتومز مش بتتحسن، زي ان هو عنده ويت لوس، عنده ديسفيجيا، عنده انيميا، عنده فوميتنج، عنده الحاجات كلها اللي هي الريد فلاجز اللي طبعا دكتور علي اشار عليه. طيب السيرفيلنس ده لازم يكون ازاي؟ لازم يكون عشان اديتكت الكانسر او البري كانسر او البارت تشينجز، عشان خاطر ايه؟ عشان اكيد لازم يبقى ليا علاج. فما ينفعش اعمل سكريننج للبارت وانا في الاخر مش هاوفر تريتمنت اوبشن للعيان. طبعا كل ما اتعمل في الايرلي ستيجز كل ما كان احسن. ومعتمد السيرفيلنس ده على ايه؟ احنا لسه قايلين على منظار وعلى باثولوجي. يعني لازم يبقى عندي الحاج محمود بارت، ولازم اللي يعمل المنظار حد مثلا زي الدكتور علي اللي هو قادر يحدد لنا بالظبط الكلام ده، ولازم يبقى عندنا التكنيكس اللي الدكتور علي اثرها زي الهاي ريزولوشن اندوسكوبي اللي فيها بقى ان بي اي وتيشو كاركترايزيشن، عشان اقدر ساعتها احلف واقدر اقول ان انا فعلا عندي اريا سسبيشس. وحتى دايما بنقول في المنظار نقول اندوسكوبيكلي سسبكتد اوسوفاجيال ميتابليزيا، ما نقولش بارد خالص بالمنظار. لازم اللي يقول البارد ده يكون مين؟ حاج مين؟ محمود بارد. ما قبل كده ما نقولش. في حاجات جديده اللي هو برضه زي الدكتور علي ورانا الصوره بتاعتها اللي هو السبونج ده. السبونج دي حاجه نون انفيزيف، العيان بيبلعها وبتقدر ان هي تاخد من السامبل من الموليكولار بايو ماركرز، معتمد على ثلاث حاجات اللي هو التريفويل فاكتور 3 والميثيلين دي ان اي ماركرز واشياء اخرى. وده لقوا ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعتها كويسه جدا جدا في القصه بتاعه البارت، فربما ان هي
تبقى في النير فيوتشر تبقى ليها استخدام في القصه بتاعت البارت. طبعا في الباثولوجي لازم هو يحط لي الكلام ده اكوردنج للريفايزد فيينا كلاسيفيكيشن، يحطني في كاتيجوري من دول: نيجاتيف فور ديسبليزيا، indefinite for dysplasia ولو ان دي متخانقين عليها شويه، ولو جريد dysplasia وهاي جريد dysplasia. ليه مهمه عندي التقسيمه دي؟ لان اكوردنج للكلام ده هو اللي بناء عليه هقول انا هعالج العيان ازاي، العيان بتاع البرد، ومش هيبقى عندي بانيك طول ما انا قادر احط الكلام ده تفاديا لهذا المصير الوحش جدا جدا اللي البروجنوزس بتاعه فيري باد، اللي هو طبعا الادينو كارسينوم. طيب الريسك اوف ادينو كارسينوما في العينين اللي ما عندهمش ديسبليزيا قليل جدا، 4 في الألف، يعني اقل حتى من 4 من الألف في الألف. اللو جريد ديسبليزيا بتزيد شويه، بتتضاعف، بتبقى 8 في الألف. الهاي جريد ديسبليزيا هي دي اللي فعلا خطيره جدا، الانزيم بتاعها تقريبا 14% كل سنه ان هو يديفلوب الادينو كارسينوما. مش بس كده، تلاقوا ان العينين اللي هم الهاي جريد ديسبليزيا 30 الى 40% منهم لما بيتعمل لهم انترفينشن وناخد التيشو ده بره ونحلله، نكتشف انه 30 الى 40% منهم كانوا اوريدي هاربرنج مالجنسي انسايتو، ولكن بس سيمبلي الجزء اللي انا عملت له بايوبسي طلع بس هاي جريد ديسبليزيا وما عملتش بايوبسي من الحته اللي هي اوريدي تيرند تو بي مالجنسي. اذا ما هو المانجمنت؟ العيان اللي هو من يعني خلاص احنا كده بنراب اب في كبسوله كده صغيره جدا البراكتيكال ابروتش لينا عشان ما يبقاش عندنا بانيك من البارد، اللي هم الكلمتين الجايين دول. العيان اللي ما عندوش ديسبليزيا، اللي ما عندوش ديسبليزيا ده هيتابع منظار تاني امتى؟ مش كل بقى 6 شهور، مش كل ما تشوفه، مش كل زياره، مش عند مش بنات العيان، لا ده بنشوفه كل 3 الى 5 سنين في المنظار تاني، وبنعيد الكره تاني هاي ديفينيشن اندوسكوب، والحاج مين؟ محمود بارت. بالظبط كده. العينين بتوع اللو جريد ديسبليزيا هم دول لازم اكونفيرم الدايجنوزس بالديديكيتد باثولوجيست، يعني ما ينفعش يبقى باثولوجيست عادي مش الحاج محمود مارد مثلا مسافر فقال لي لا ده لو جريد ديسبليزيا، لا لازم ريفايز الكلام ده واتاكد فعلا ان هي لو جريد ديسبليزيا، وابتدي ادسكاس مع العيان البوسيبيليتي ان انا اعمل ابليشن لهذا الميكوزا تفاديا انه يبتدي يقلب معايا يبقى هاي جريد ديسبليزيا. والله قال لا انا مش عايز اعمل دلوقتي ومش لو جريد ديسبليزيا دي يعني حاجه مطمئنه، هقول له اه بس لازم حضرتك تجي لي منظار تاني بعد 6 شهور. هو ده بقى اللي لازم يجي بعد 6 شهور واخد منه بايوبسي تاني اتاكد ان هو ما زال في الانتيتي بتاع لو جريد ديسبليزيا، واثناء ذلك طبعا هو بيعالج برومبتلي بالبروتون بامب بقى والاسيد سبريشن والبيك اب والحاجات بقى كلها اللي الناس اتكلمت عنها. طيب الهاي جريد ديسبليزيا لا ده اللي لازم يبقى بيتعالج بالكونفرميشن برضو بتاع الباثولوجيست، وعندي العلاج بطريقه من 2، يا اما عندي حاجه اسمها اندوسكوبيك ريسكشن ودي يعني الحاجه الامن والافضل لان انا باخد التيشو كله بره واقدر احدد السيفتي مارجن بتاعتي سواء طوليا يعني ان انا سطحيا كده وكمان ان ديبث عمقا ان انا فعلا ما عنديش افكشن للكده، ولكن عندي اوبشن تاني اللي هو الاندوسكوبيك ابليشنز. طبعا في ايضا جريدز من الادينوكارسينوما الايرلي ادينوكارسينوما برضو ممكن ان انا اقدر اعالجه اندوسكوبيكلي، اللي هي التي 1A اللي هو ميكوزا الادينوكارسينوما، ودي طبعا لازم ابقى متاكد عن طريق الاندوسكوبيك الترا ساوند والسي تي والبيت سكان والحاجات دي، او حتى اب تو السب ميكوزا افكشن، كل ده ما زال ممكنا ان انا اعالجه عن طريق الاندوسكوبي. طيب الاندوسكوبيك ريسكشن ده عن طريق حاجتين، ايه فايده؟ ان هو طبعا بيديني زي ما قلت لحضراتكم البروبر ستيجنج والهيستولوجيك كاركترايزيشن، وبيقدر يديني المارجن اسيسمنت سواء كدبث او كمارجن سطحي، وده بيكون عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق حاجه اسمها اندوسكوبيك ميكوزال ريسكشن اللي هو الاي ام ار تكنيك، او عن طريق الاندوسكوبيك سب ميكوزال ديسكشن للليجنز اللي هي بتكون الحجم بتاعها اكبر من 1.5 سنتي. دول التكنيكس طبعا دول سيف، الانسيدنس اوف كومبليكيشن بتاعهم قليل جدا جدا، حتى كمان يقال ان هم بيعملوا ستريكشر، الستريكشر ده يعني عادة بيبقى برضو مانجد بشكل سهل جدا جدا، اعمله دايلاتيشن بس هكون منعت العيان من دايليما وحاجة بانيك ونايت مير.
الاندوسكوبيك ابليشنز، عندي الثيرمال ديفايسز زي الراديو فريكوانسي ابليشن، عندي الارجون بلازما، وعندي الالكترو كواجيليشن، وريسنتلي كمان جربوا الكرايو ثيرابي ولقوا ان هو كويس جدا جدا، وكان زمان جربوا الفوتو دايناميك وثبت ان هو مش افكتيف جدا في الحالات دي. ده الموضوع بتاع الراديو فريكوانسي ابليشن. في منه بروبس بتبقى واخده ال 360 درجه يعني راوند اول اراوند، وفي عندي منه وده بيشتغل بالشكل ده، ان هو بخش بنفخ البالونه بحرق الحته، بعدين بخش للسيجمنت بعدها بنفخ البالونه واحرق الحته اللي بعد كده وتبقى الحته دي خلاص اليمينيتد. او عندي حاجات بروبس اللي بتبقى 90 درجه بس علشان سيلكتد ليجنز اللي هي زي الميكوزال ايلاندز دي ممكن اعالج بيها. وجربوا ايضا السبراي سبراي كرايوثيرابي برضو لقوا ان هو افكتيف، وده المنظر بتاع الكرايوثيرابي. باختصار شديد البارت اوسوفاجس از بري مالجنت كونديشن زي ما حضراتكم خدتوا بالكم. الدياجنوزز معتمد على حاجتين، المنظار والباثولوجي، وان المانجمنت شود بي بيست ابون الريسك ستراتيفيكيشن اللي هو بيقسمها لي ل نو ديسبليزيا، لو جريد ديسبليزيا، اور هاي جريد ديسبليزيا، او الدرجات الايرلي جدا جدا من الادينوكارسينوما، وان انا عندي ايمرجنج ايفيدنس ان انا اقدر اعالج الحاجات دي بطرق ليس انفيزيف عن السيرجري والاوسفاجكتومي والحاجات دي. شكرا.